مطالب بالكشف عن التعيينات الجديدة المخصصة للنجف، والخريجون هنا يحتاجون للمطالبة بالتعيين. عشرات المتظاهرين من شريحة الإداريين المتخرجين اجتمعوا هنا أمام مبنى ديوان المحافظة لمطالبة الحكومة المحلية بمعرفة مصير الدرجات الوظيفية الخاصة بالاستثناء. نحن مجموعة من الخريجين الإدعيين خرجنا مظاهرات منذ شهرين للمطالبة بحقوقنا، لكن لم يتم الاستجابة لنا من قبل محافظ النجف الأشرف. ونحن أبناء النجف الأشرف، لدينا خريجين منذ 2000 ولم يتم الاستجابة لمطالبهم، وهناك 3600 درجة وظيفية نطالب بإعطائنا الاستثناء. حقوقنا نريد نطالب بها، يعني شيء جاي نطالب به، وهو الاستثناء وتعيين خريجين إداريين. استمر هاي المظاهرات لحد ما يوافقون علينا، أعدادنا فوق 1000. تهديد بالتصعيد من جديد لوح به المتظاهرون الخريجون في المحافظة، والاعتصام هنا خاصة بعد قطعهم للشارع الرئيسي الرابط بين النجف والكوفة لأكثر من مرة ولساعات طويلة. هناك خطوات تصعيدية، الصراحة هناك عندنا خطوات، قاعد ندرس الخطوات، فالآن مظاهرات سلمية، فإحنا ما نريد من الحكومة لا المحلية ولا الحكومة المركزية توصلنا الخطوات، خلينا ناخذ خطوات أعلى من هاي الخطوات. إحنا خريجين، إحنا جايين بشهادتنا نطلب تعيين، ما طالبين درجات، الدرجات هي موجودة أصلاً بمجلس المحافظة، اللي طالبين فقط استثناء. إحنا باقين معتصمين، هسه لو ما أعرف شي يصير، إذا من حصل الاستثناء من يتراجع نهائياً، لو يضطر الأمر ننصب خيام ونقعد. مستحيل نرجع لحد ما حصل الاستثناء، اعمارنا بعد ما تتحمل اي تاجيل. احنا هسه طبينا بالثلاثينات، واكو بنات طبن بالاربعينات، اكو دوائر تستقبل هالاعمار؟ تظاهرات عده تشهدها محافظه النجف بين يوم واخر من قبل فئات وشرائح مختلفه للمطالبه بالتعيين، وايضا بقطع الاراضي التي حولت على الاستثمار، مطالب جميعها تمثل تحديا كبيرا امام الحكومه المحليه في ايجاد الحل لها. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.